يسعد مساكم مستمعي راديو لما اف ام، من وين ما كنتوا عم تسمعونا مساكم خير وسعادة وصحة بإذن الله. إشارة تكون الساعة موعدكم مع برنامج صحتك مع فائزة، وحلقة جديدة أكيد ومواضيع جديدة وأكيد كلها مفيدة. سجلوا عندكم هالرقم 001-862-333-6564 862-333-6564. هذا رقم الواتساب تبعنا يلي فيكن أكيد تبعتوا لأخصائية التغذية فائزة قلم أي مسج وأي سؤال، وهي إن شاء الله أكيد على الهواء بآخر قسم ببرنامجنا حتجاوبكن. شو هو موضوع حلقتنا اليوم وعشو حنحكي؟ يمكن الغنية الجاية توحيلكن بشي. يا عيون ماما ماما يا عيون ماما مستمعينا أنه أهم مراحل تغذية الإنسان هي مرحلة الطفولة، حيث الطفل ما بيكون فيه عنده أي خيار، هو بيتلقى الشيء يلي أنت بتختاري له. تعتبر التغذية السليمة للطفل هم بيشغل بال كل أم مهما كان مستواها العلمي وحتى لو كان عندها تجربة سابقة، وأكيد بتكمن أهمية التغذية الصحيحة بالسنوات الأولى من عمر الطفل. بس المشكلة أنه للأسف كتير من أجدادنا ورثولنا بعض العادات يلي ممكن تكون قاتلة لا سمح الله. كل هالأسئلة وأكثر مع فائزة قلم. يسعد مساكي فائزة. يسعد مساكي وصباح البعض، مساء البعض. أنتوا لسه عندكم قبل 12 صحيح؟ صباح الخير. أهلا وسهلا يا لمع. نطرناكي على الهوى شوي، كيفك؟ كله تمام فائزة؟ الحمد لله. كيفك يا لمع؟ اليوم حلقتنا كلها هيك ببابي وأطفيل صغار وهيك، بس يعني بس هذا الموضوع كتير مهم لأنه الشخص ممكن بحاله يأهمل شوي، بس لما يوصل الموضوع بروح أخرى ما بالك وقت يكون طفلك، فأكيد هون بيصير الموضوع خطير وكبير. فإذا اليوم بدنا نحكي عن تغذية الرضع، بس حنبلش من عمر السنة وفيما بعد، يعني سنة وما تحت، ممكن نشحطنا شوي بعد السنة بشهر، بس بالحلقات الجاية إن شاء الله بنحكي للناس اللي أكبر. بدي بلش معك أول شيء قبل الأكل بالمي. إمتى الطفل فإذا ممكن يحتاج مي؟ أحكينا أنت هيك، بلشينا أنت الحلقة. طبعا أول شيء لما الطفل لما بيولد كتير ناس بتبلش بقى شو بدي طعميه. الطفل بيولد وفي معه أكل، هي أهم شغلة، اللي هو حليب أمه. طبعا حليب الأم يكفي الطفل لأول 6 أشهر تقريبا من العمر. الريكومنديشنز الجديدة أو التوصيات بتقول إنه ما في داعي نفوت أي أكل قبل 6 أشهر من عمر الطفل. وبما أنك سألتي عن المي فنقطة كتير حلوة كمان نركز عليها، حتى المي قبل 6 أشهر ما في داعي ناخد مي. ليش؟ لأنه الطفل أصلاً ما بيحتاج المي طالما هو عم ياخد حليب أمه. النقطة بهذا الموضوع إنه كتير نسمع من الصبايا أو الستات إنه ابني ما عم يشبع، ابني ما عم يرضع منيح، كتير نسمع هي الشكوى، حاسة إنه ما عم يأكل، حاسة إنه ما عم يشبع. هلأ هي حاسة إنه ما عم يشبع، مش شرط يكون الطفل فعلاً ما عم يشبع. السبب إنه نحن للأسف ما بنقدر نتخيل شو حجم معدة الطفل. حجم معدة الطفل كتير كتير صغير، لدرجة إنه ممكن ببداية أيام وأول أيام بعد ما يولد ممكن معلقة من الحليب تكون وجبة له. يعني تخيل قديش المعلقة الكبيرة من الحليب. وبعدين يوم على يوم ببلش
بتبلش تكبر المعدة تبعه. الطابة تبع البيسبول هي البيضة الصغيرة كتير، أي. هي بتكون حجم معدة الطفل بعد كم شهر من الولادة. يا عمري خيالي. أنا بعد كم شهر؟ يعني مو ببداية الولادة، هي عملية بتكون أصغر من هي الكرة بأول ما يولد. فتخيلي قديش الحجم الصغير. المقابل دائما نسمع هاي الشكاوى أن الطفل ما عم يشبع. هلا فإذا أنا بلشت لك بموضوع المي، لأنه يعني يمكن كتير أو يعني أو كلياتنا الصراحة، حتى اللي يعني ما عندهم تجربة سابقة بيعرفوا أنه أكيد الطفل الرضيع ما حيبلشوا له بالأكل، بس أنا حبلش معك بهي إدخال السوائل، فحبلش بالمي ووصولا لبقية الشغلات يلي ممكن لا سمح الله يعني نخسر طفلنا من وراها. فدائما عند الأم شعور أنه الولد عطشان، دائما كل ما بكي عطشان 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 عطي حليبك. هي التوصية الأساسية، إذا حاسة فعلا الطفل بيعطش أو بيجوع، والاثنين الام هي اكثر وحده قادره انها تقدر الطفل شبه. يعني سبحان الله الام من صوت البكوه تبع الطفل او من شكله وهو عم يبكي تقدر تعرف شبه، خاصه يعني لما يصير عندها عده تجارب. يعني يمكن باول ولد ما تكون هيك، بس لما يصير في عده تجارب او عده اطفال بتبلش بتقدر فعلا من شكل الطفل او من صوت البكي تبعه او من شكله او كيف عم يحرك حاله بتصير تقدر تعرف. يعني الطفل بتكون حركته اعنف لما يكون جوعان مثلا، مجرد حطت ايده بهيك طرف خنطره على طرف شفته بس حاولت نتحرك وبلش بده يخطف ايده، معناته هو فعلا جوعان. في اشياء هيك بسيطه ممكن الام من خلالها تعرف جوع الطفل، وكذلك العطش. بس عمليا جوعان او عطشان حليبه هي هذا حليب الام هو الحل. طب اذا كانت هيك يعني لظرف ما الام ما بترضع تمام. هلا بالفورمولا بعض الاحيان بيكون في مشكله بالحليب. قبل ما نحكي عن المشكله، امتى ممكن يصير في عندي مشكله بالحليب؟ تمام. كل ما تاخرنا بالارضاع بعد الولاده كل ما زادت فرصه انه الحليب ما يجي او يجي قليل، وبالتالي دائما بنحاول نطلب انه اول ما تولد الست فورا نحط الطفل عليها على صدره فورا يرضع. هذا الشيء بيساعد انه الحليب فعلا يجي بشكل افضل، وكل ما تاخرنا كل ما كان أسوأ. وطبعا متاخر ايام ممكن الحليب فعلا يكون بده يجي وما عاد يجي ببعض الحالات، فكتير مهم انه الابكر الاحسن. في بعض الناس ما بيجي عندها حليب، في بعض الناس بيغيب الحليب لسبب مرض ما، لسبب ظرف صحي بعد الولادة، أو أحيانا بيصير في التهابات معينة بالثدي ممنوع أن الأم ترضع بغض النظر شو السبب. وبفرض أنه ما في حليب، طبعا في البدائل الموجودة بالسوق. هلأ البدائل الموجودة بالسوق أهم شغلة نعرف أنه هي بديل لحليب الأم وليس للحليب العادي. كتير ناس قد يكون عندها خلط بين الحليب العادي، الحليب البودرة، وحليب الأم. حليب الأطفال شيء، والحليب اللي مندوبه بالمي ومنشربه شيء تاني. فالمفروض 100% نكون متأكدين إحنا شو يمكن الاختلاف بيكون بحجم كتلة البروتين اللي فيه، أنه بسمع الفورميلا تبع الصغار بكسره بكل التركيب لما بكل التركيب، سواء كانت دهون، البروتينات، الحموض، الحموض الأمينية ولا الحموض الدسمة، كلياتهم بيكونوا مختلفين بتركيب حليب بالحليب اللي هو المناسب للرضع عن الحليب البقري عمليا. والبروتين هو أهم شغلة مثل ما قلتي، رح نعرج هلا على حليب البقر. بس مثلا خلينا بالست أشهر الأولى، بالست أشهر الأولى دائما حليب الأم هو الخيار رقم واحد. في حال ظرف ما كان في حليب، ما في نعطي الطفل حليب الأم، ممكن نحن ناخذ البديل اللي هو المصنع تجاريا. هلأ في نقطة كمان، أحياناً بتكون الأم عندها حليب بس تشتغل بتدرس عندها التزامات معينة ما فيها يكون طفلة دائماً معها أو ما فيها ترضع كل الوقت. تمام. ما ننصح بإدخال الحليب البديل عن حليب الأم بهي الحالة، إنما لا تحاول أنك تستخدم البمب تجمع حليب منها لسببين. أول سبب أنه الطفل رح يستفيد من حليبها أكثر 100%، والسبب الثاني أنه بتحافظ على دوامية الحليب من عندها لمدة أطول. طبعاً. الأم يقطع ساعات طويلة عن الأرضاع بيصير عندها فرصة أعلى لأنه ينقطع الحليب عندها أو يقل. فنحن لحتى نحافظ على الحليب بمستوى معين وكمية معينة تكفي الطفل، المفروض نضل عم نحاول نسحب الحليب ما بفترة ما تزيد عن 4 ساعات، ما نقطع سحب الحليب عن 4 ساعات. والحمد لله نحن يعني إذا كان عم نحكي عن الناس اللي بأمريكا فهذا الشيء طبعا متوفر للكل. صح. عندك حق كامل إنك تاخذي ساعة للبومب إذا كنت تشتغلي، وإذا كنت طالبة طبعا عندك الأحقية تقولي إني أنا بدي أخذ بدي أطلع أخذ حليب. في الدول أول مرة بعرف على فكرة. طبعا عندك الأحقية بيعتبر أولوية، حتى يعني ما حدا بيقدر يقول لك لا إذا بدك تعملي بومب. وبالشغل أي مرأة بتشتغل وبترضع عندها ساعة هي للبومب لحالها،
واللي ما بيعرفوا يتأكدوا، لأنه في ناس للأسف قد تغيب عنهم هي القوانين، بس بأمريكا لأنهم بيحاولوا يشجعوا الأرضاع الطبيعي لأنه نسبته قليلة. نحن بالبلاد العربية ما عنا كتير هالمشكلة، بس للأسف وقت صارت المرأة تشتغل أكثر من قبل صرنا نبلش نشوف هي الشغلة، لأنه صرنا نبلش نشوف الأم تعتمد على الحليب الصناعي أكثر من حليب الأم. فإذا في ناس يعني إذا كانت حليب الأم كتير هيك عقولة ستنا وجدنا يعني بيقولوا شايط هيك وكأنه مي يعني، أو بيسموه حليب أزرق يعني أنه ما في دسم، بتقوم الأم تعمل حركة كتير ذكية، ممكن تجيب مكيال واحد من الحليب الفورميلا وتخلطهم مع الحليب حليباتها، فبيتقل الحليب بالتالي الولد بينام أكتر. شو رأيك؟ هذا الحكي نحن ضده تماما. أول نقطة المفروض نعرفها عن حليب الأم أنه تركيبه متغير مع عمر الطفل. يعني لو بتاخدي تركيب حليب الأم أول ما يولد الطفل، طبعا ما بنحكي عن الصمغة عم نحكي عن الحليب، وبتاخدي بعد شهر وبتاخدي بعد شهرين وبعد ثلاثة، يعني كل شهر وبتحللي بتلاقي في اختلاف كتير كبير فعلا باللون بكل شيء بكل شيء حتى بالقوام. هلأ الحليب نحن بالنسبة لنا شيء أبيض، فلذلك وقت ما نطلع على الحليب الأم منلاقيه مو أبيض، فنبلش إنه من يعني إنه هذا مو حليب، بدنا ننتقله بدنا نغير. حليب الأم قوامه ما لازم يكون حليبي مثل حليب البقر، إنما المفروض يكون في مغذيات كافية. هلأ الحالة الوحيدة بكل الأطفال اللي بنقول نحن حليب الأم غير كافي، حليب الأم تركيزه مو جيد، لما بنشوف الطفل ما عم يكبر، ونحن كأهالي ما بنقدر نعمل هذا الحكم، لازم نروح عن طبيب بيوزنه بيقارن بالجروث تشارت أو جنن مخططات النمو تبع الأطفال، وبعدين بيقول إنه هذا الطفل عم ينمو صح أو لا. ما لازم يكون الطفل معجعج لحتى يكون عم ينمو صح. الطفل المعجعج بالصغر بعمر السنة بيطور أمراض مزمنة أكثر بالكبر، فمو الفرحة أنه نحن نخلي الطفل تبعنا معجعج أبدا. لا، أو حتى يعني استبدلنا كلمة معجعج بصحته منيحة، يعني أنه حتى تمام نعتبر أنه هذا صح، حتى ممكن فيما بعد غير عن الأمراض أنه يتأخر الطفل زحفه ومشيه، يعني أنت عم تقلي لدرجة يعني تخليه يحرم أنه ينمو مثل بقية الناس اللي بعمره. طيب بس يعني قبل ما نخلص موضوع الحليب وما إلى ذلك، خلينا هيك بس نتطرق سريعا عن الشغلات يلي ممكن يعني تضر الحليب أكتر، عن الشغلات اللي ممكن تخليه أدسم، يعني هي القصص اللي أغلب الحوامل وهلأ كل الأسئلة اللي عم تجي عن هالموضوع. هلأ في نقطة كتير بحب نوها عليها وقت أحكي عن المرضعات، مع أنك ذكرت الأشياء اللي بتدر أو المعاكسة، البقدونس أحد مصايب دكاترة الأطفال والنسائية وحتى جماعة التغذية ببعض الفسابكي الأحيان الفسبوكي. هي نقطة خاطئة، شيوعها كتير كبير، ما بعرف ليش من وين طلعت، يعني بتمنى أعرف شو سبب هاي المعلومة. البقدونس مفيد للحامل وليس للمرضع، وللحامل بعد الشهر الثالث من الحمل. للمرضع البقدونس فيه مادة بتثبط إفراز الحليب وليس بتساعد، يعني عكس الحليب. يعني مو بس ما بيضر، معاكس. التبولة خلال الحمل عملوها تبولة خلال عفوا الأرضاع عملوها تبولة بالسبانخ وليس تبولة بالبقدونس. البقدونس بيساعد على تثبيط إفراز الحليب، هي معلومة كتير مهمة للأسف نسمعها من دكاترة مو بس من الناس العوام. ليش؟ لأنه متداولة، يعني حتى لما بيكون الطلاب على مدارس بمقاعد الجامعة بيسمعوها من دكاترتهم، فما حيكون عندهم شك بأن هي المعلومة خاطئة، هي متداولة بشدة دون الرجوع لمرجع علمي صحيح فيها. فهي عمليا البقدونس في قلبه مادة مثبطة، هذا السبب اللي احنا بنقول ما ناخذ بقدونس خلال فترة الأرضاع، هي أول نقطة. النقطة الأهم من إنه هل في أكل معين بيساعد على إدرار الحليب، هل في أكل معين بيثبط الحليب، حكينا عن البقدونس كنقطة، وفي نقطة تانية بالنسبة اللي بيساعد على الإدرار هو الحلبة أو الفنجريك اسمها بالإنجليزي. هي أكثر شغلة مثبتة علميا وعليها دراسات وآمنة من ناحية إدرار الحليب. مشكلتها الأساسية إنه هي بتعمل ريحة بول وريحة عرق وريحة جسم قاتلة، ريحتها مزعجة بس فائدتها كتير منيحة. فالستات اللي بيكون ما عندهم حليب دائما أول شغلة بننصح فيها هي إنه ياخدوا الحلبة، أهم شغلة. هلأ قبل ما نقول حلبة وقبل ما نقول البقدونس قبل ما نقول شيء، كيف ممكن نحن نحصل على حليب طبيعي بشكل متوازن بدون ما نلجأ لأشياء مثبطة أو محفزة أو بغض النظر عن العوامل اللي بتأثر؟ حلو، حلو. طول ما الأم عم تاخد تغذية متوازنة، هلأ حنشرح شو متوازنة،
وعم تشرب سوائل والتركيز بالسوائل هو على المي. للأسف أحيانا بنقول سوائل فبتنفهم عصير وحليب وأشياء تانية، سوائل اللي هو المي، فهي بالأمان من ناحية الحليب، ما في داعي تقلق أبدا إنه حليبي عم يكفي وما عم يكفي. واو ببال الوحدة إنه هي شربت حليب معناته حليبها حيزيد يعني. تمام. طب صح إنه مجرد ما تحط، آسفة بس دي لك شغلة، إنه إذا حطت الطفلة على حضنها مجرد ما تبلش إرضاعه إنه هي وعم ترضع تشرب مي يعني بهالأثناء؟ مو لهالدرجة لا، لأنه يعني بده وقت لحتى المي تمتص وبعدين تروح ويصير يعني. تمام. هي عملية مو بهالسرعة. بس في مثال دائما بنذكره إنه البقر الحليب تبعه لونه أبيض، صح؟ صح. طب شو بياكل البقر؟ عشب. عشب يعني من ونبات عمليا مزور. وليس بياخد حليب ليطالع حليب، فعمليا في بروسس طويلة بياخد الغذاء الأساسي تبعه وبعدين بيصنع حليب من خلال عملية تانية. المغذيات الموجودة بالحليب ناتجة عن تغذية البقر. نفس الشيء يعني بالنهاية نحن نفس الشيء بالنسبة لتصنيع الحليب، لأنه الثدييات يعني طبعا للأسف أنا ما بحبه كتير هذا التشبيه، بس هو أوضح تشبيه لحتى الواحد يستوعب بالضبط إنه الحليب ما له علاقة بإنتاج الحليب. لا معك حق، مزبوط يعني. تمام. هيك أقرب يعني شيء للأذهان. تمام. فهو يعني تشبيه صحيح، ما بقدر أقول غير هيك، بس لحتى نوضح إنه كيف بيصير الحليب. نفس الشيء عند الست اللي عم ترضع، وتتكون عم ترضع عمليا خلاص بقى، إذا خلاص غير السيرة غير وتتكون عم ترضع عمليا هي عم تاكل. مزبوط صح. وبالتالي عم ياخذ الجسم تبعها المغذيات اللي موجوده بالاكل ويحطها بالحليب على شكل حليب للطفل يروح. لاحظي حليب الام مثل ما هلا ذكرنا ما له ابيض، ما له مثل شكل الحليب. صح. فعمليا الحليب هو عباره عن مجموعه مغذيات موضوعه بهذا السائل، مو شرط لانه اسمه حليب يكون لونه حليبي، وبنفس الوقت مو شرط الام تكون عم تشرب حليب لحتى يعمل حليب. هلا بيقولي فايزه قلتي ما لازم نشرب حليب، معناتها لا، انا ما قلت هيك. مو شرط نشرب حليب لنعمل حليب، بينما لازم ناخذ احتياجنا المتوازن من كل شيء. اقل شيء المراه المرضع والحامل لازم تاخذ كاسين حليب خلال الفتره تبع الحمل والارضاع وحتى خارجهم، يعني انا وانتي اليوم لازم ناخذ كاسين حليب، والست الحامل والمرضع كمان لازم تاخذ الحليب لكل الاعمار ولكل الاجيال، لكل خاصه الستات من سن البلوغ لكل العمر. السبب انه العظم بيتركب فيه الكالسيوم بشكل تراكمي، وفي عده عوامل قد تساعد على طلعه الكالسيوم من العظم. نحن لنضل بالسيف سايد، نضل بالطرف الامن، المفروض انه نكون نحن عم ناخذ كاستين حليب كل يوم، وبالتالي ان شاء الله ما بيصير معنا اي مشكله. طب فاذا سمح عم تقول انه انتم قلتوا المرضع من الثدي يعني رضاعه طبيعيه ما بتحتاج تشرب ابنها مي، عم تقول واللي اضطرت انها ترضع فورمولا، شو مشان المي؟ انه كل يوم بتقول هي بتحاول تشرب ابنها مي ورافض تماما، عمره 4 شهور رح يضل يرفض تماما. هيك في الطفل بده بس حليب، قبل الست شهور من عمر بده بس حليب. ولا يانسون ولا منسون. حليب تبع الفورميلا. آه. هلا ذكرتي اليانسون وحنمرق على اليانسون والشاي الأخضر. كمان هي من الشاي عفوا الأحمر اللي بيحطوه للطفل بقلب النينة. هدول من الخطأين الشائعين جدا. الإسراف باليانسون قد يعمل بالحالات المتقدمة شلل بالأعصاب. يا لطيف. وهذا الشيء يعني في بعض الناس تستهين فيه. فعلا في حالات تسجلت وتسجلت بسوريا قبل ما نقول هون، لانه نحن اللي عندنا هي العاده. في حالات تسجلت لها علاقه بها اسراف استهلاك اليانسون للاطفال كثير مضر. اوكي، هو بيساعد على انه يهدوا في حال في حاجه الطفل عنده مغص بتوجيه من طبيب، اوكي، بس اما نحن والله امتى ما الولد بدنا نسكته ونعطيه يانسون طبعا رح يسكت. عم يقولوا هو مثل حب المنوم للشخص الكبير. تمام يعني. تمام تمام. وفعلا حتى الكبار اذا اخذوا يانسون بتهدى امعائهم. فعمليا نحن بدنا ننتبه انه الطفل هذا لساته هالقد صغير، لسه عم يتطور، لسه اجهزته ما اكتمل كل تطوره، فنحن بنأذيه ونحن المفروض نعطيه جرعات كبيره من اليانسون بالمواد اللي فيه اللي ترخي. فكتير ننتبه لهي النقطه انه اليانسون ما بينعطى الا بتوجيه طبيب وبالحالات الضروريه. اثناء تحضيري لهالحلقه هيك قرات انه في بعض الاطفال انعطوا يانسون وناموا، فعلا ناموا بس بعيد شر عن قلب كل طفل يعني ما فاق، يعني انه كان ممكن منوم يعني بالنسبه له قوي ما تحمله جسمه ما فاق. تمام. يعني الموضوع ممكن يؤدي للموت يعني مو مسحه نهائيا يعني. تمام. وقت عم نقول شلل بالاعصاب ممكن يؤدي للموت. تمام. وهي الاشياء عن جد ما فيها مسحه. ايام بيقولوا عم تبالغوا، نحن ما عم نبالغ،
بس شفنا حالات، طالما شفنا معناته الموضوع جدي، ما بيمزح فيه. وفعلا اليانسون هو مهدئ، اللي والطفل بغيز بهذا العمر ما بينعطى، اكيد ما حتفزي تعطي طفلك حبه منوم. صح، طب ما هو اليانسون مثل حبه بدي المنوم، فهي الشغله بنضل حاطينها اللي ببالنا. بغيز فائز انه بيقولوا لك انه ما كلياتنا اخذنا يانسون، واولادي اللي قبل كله اعطيته يانسون وما حدا صار له شيء. يعني ما هو هي احد الاخطاء بالحكم على الاشياء. ما بنعرف احنا قديش اخذنا يانسون، ما بنعرف اهلينا قديش اعطونا، واذا نحن نفدنا مو معناتها الكل رح ينفض. تمام، وكثير يعني التمثيل بالسابق كثير غلط، حتى بعيدا عن موضوع الحامل والمرضع واليانسون والاطفال، اي تشبيه بما سبق هو خاطئ. ظروفنا وحياتنا اليوم تختلف عن كل الظروف والحياه السابقه. يعني اذا بدنا نشبه نحن اليوم بتبع الادغال، كانوا يصطادوا غزال بحاله او بقره بحاله وياكلوها على يومين ثلاثه ويضلوا بعدين فتره بلا لحم. صح. طب كمان هدين كانوا ما فينا نشبه فيهم، مثل ما فينا نشبه باهالينا باهل او زمان اهالينا. ما كان في غساله اوتوماتيك، وما كان في سياره على باب كل بيت، وما كان في تلفزيون وايباد ولابتوب وكل شيء نحن نقعد جنبه، مزبوط. ولا درج متحرك ولا مصعد ولا سيخ الشاورما اللي قاعد على الشارع بطريقه ما. هدول الاشياء كلياتهم لهم دور مع بعضهم مجتمعي، ولا ثقب اوزون ولا تلوث ولا مصانع ولا ولا ولا. كل هدول مجتمعين تغيروا عن زمان اهالينا. فاهالينا وقت كانوا ياخذوا سمنه وما يصير لهم شيء، مو معناته انه نحن بنقدر نعمل نفس الشيء. وبعدين يمكن كان يصير لهم شيء بس ما كان مشخص المرض. مزبوط. فمع تطور الحياه كمان تشخيص الامراض وتصنيفها ومعرفتنا انه شو كان عم يصير مع الناس اللي قبل، في ناس ممكن ماتت بمرض اليوم نعرف تشخيصه بس من زمان كان يقولوا طب مات. فكتير مهم نضل هذا الشيء حاطينه بعين الاعتبار لما بدنا نشبه. تمام. هيك بنكون يعني حكينا عن طفل تحت 6 شهور، وحكينا عن الحليب ومدرات الحليب. حاعطيكي شوية هيك بريك لمدة دقيقة ماكسيموم، وبنرجع بنحكي 6 شهور وما فوق، وهون الكوارث اللي بتصير. خليكن على السمع مستمعينا، ودقايق بنرجع. بديل عن حليب الأم، حليب الأم هو الأكل، هو المي، هو المهدئ، هو كل شيء. في حال اضطريتي للاستغناء عن الرضاعة الطبيعية حتى بحالات الفورميلا قبل 6 شهور، طفلك ما بيحتاج للمي، وانتبهي كمان ما بيحتاج لبقية السوائل، لا يانسون ولا غيره. اوعى تجربي تجربة جربتها جارتك او اختك او اي حدا، طفلك غير طفله، واللي بيتحمله طفلك غير يلي تحمله او حيتحمله طفلك. أيها الأب الفاضل، إلك دور بالغ الأهمية بإنجاح الرضاعة الطبيعية، وهذا الشيء بيكون عن طريق المؤازرة والتشجيع وإعطاء الثقة للأم، حيث يعني ممكن تقرأ لها كتب ومواضيع بتهتم بالرضاعة الطبيعية، توعي عن أهمية هذا الشيء. كمان وجبة خفيفة أو مشروب للأم أثناء قيامها يعني بالرضاعة، هذا الشيء بيدعمها وممكن يخليها تضل مستمرة بهذا الشيء، لأنك يمكن عم تدللها.
كبر كبرت البنوت أو كبر الشاب الصغنون وصار هلأ جاهز ليأكل. هلأ بالبداية حنحدد عمر الأكل، ببلادنا بيقولوا 4 أشهر، من إجينا على أمريكا سمعنا شغلة 6 أشهر. شو رأيك؟ شو بتاخدي؟ أي الرأيين بتاخدي؟ أي الرأيين؟ إنه نفوت الأكل أو لا؟ قصدي نبلش على 4 شهور أو على 6 شهور؟ نبلش الأكل على 6 شهور، هي الريكومنديشن الجديدة. لما من قبل كان يقولوا بين 4 و6، بس هلأ صاروا المنظمة الصحة العالمية أقرب ل يقولوا لا على 6 إدخال الأكل، اللي هو مو كل الأكل طبعا، بس نبلش نفوت شيء غير حليب الأم هو على 6 شهور. بعض الأحيان ممكن الستات يبلشوا أبكر شوي، مو مشكلة، بس قبل 4 شهور ممنوع منعا باتا، ممنوع يفوت أي شيء. 4 شهور شوي مصير فلكسبل، التوصيات هي 6 شهور، فاللي بيحب يلتزم بالتوصيات هو أفضل، لأنه ساعتها ما أعطي تشانس لحليب الأم أنه يعمل الشغل تبعه. في نقطة كتير مهمة، لما موضوع السنة الأولى من العمر، اليانسون والشاي الأخضر هو شائع خلال كل السنة الأولى. الشاي أنا مصرة أقول الأخضر، الشاي الأحمر نحطه بالبابرونة للطفل ومنشربه إياه. لليوم ما عرفت شو الهدف من هذا الشيء، إذا كان عم يضيفوا له سكر فهو شيء سيء للطفل، إذا كان بس مجرد أنه نعطيه سوائل قبل 6 أشهر فهو أنه نعطيه حليب الأمك ما حكينا، بعد 6 أشهر فيني أعطيه سوائل من شيء تاني من المي، أفضل أني أعطيه الشاي. كتير منشوف حالات فقر دم خلال السنة الأولى من العمر، وحالات في الفقر الدم بهذه المرحلة من العمر ممكن تأثر كتير على نمو الطفل، يعني بتسبب تراجع نمو، والسبب بيكون استهلاك الشاي بشكل مفرط، لأنه الطفل أصلاً بيولد وعنده مخزن شوي من الحديد، بيستمر معه فترة معينة بعدين بيبلش بياخد حديد تبعه من الأكل، فيوم أنا يادوه بيكون عنده هو مخزن للحديد وعم بعطيه شيء طالع الحديد من الجسم، عم كون عم ضر الطفل. شاي يا ظلمي، شاي ناقص يسووا له قهوة وأرجيلة يعني. شاي ما بعرف، أنا الصراحة ما سبق شفت حدا بشرب شاي، بس يعني ما بعرف كيف خطرت على بال الأم أنها تشرب طفلة شاي. كتير يعني بشوفها، لما كتير بشوفها، وبسوريا لما كنا كمان كنا نشوفها، فهي شائعة بين العرب مو بس السوريين، يعني شفناها بسوريا بالأردن بنشوفها كتير عند العرب، فكتير ننتبه من هاي النقطة. طيب فإذا أوقات الطفل هو ممكن يحسسك أن هو جاهز للأكل، يعني بس يصير مثلا يتطلع عليك أنت عم تاكلي تشهون هيك، بتحس الأم أن هو جعباله يأكل، ممكن على 5 شهور اتسوكي إذا بلشت فيه يعني؟ ممكن ممكن، مو غلط، بس برجع بقلك التوصيات هي هيك، بلشنا أبكر شوي مو غلط، بس الممنوع هو قبل 4 شهور، عشان نكون بس واضحين جدا. الـ4 على الـ6 في نوع من الفلكسبيليتي، لأنه من قبل كانوا يفوتوا. برجع بقول لك منظمة الصحة العالمية حاليا بتقول 6 أشهر، وأنا أفضل نضل معها، لأنه أكيد هنا ما قالوا 6 أشهر من عبس، أكيد في دراسات كتير صارت لحتى قالوا لا 6 أشهر، وهن نفسهم اللي كانوا يسمحوا على 4 شهور عمليا. فإذا أحيانا بتقول الأم أنه يجي علي خطي اشتهى، بتكون هي عم تاكل كوسة محشي، بتقوم بتلقم ابنها فيه بكل شيء من فيه، يعني أول لقيمات لإله للطفل بتكون مقلوبة كوسة محشي، ملوخية. شو رأيك؟ أنا بشوفها كارثة يعني. هلأ كيف لح نفوت الأكل؟ لح يجاوبك على هذا السؤال لما. أول شغلة وقتنا نفوت الأكل للطفل، هذا شيء ما بيعني أبداً أنه نمنع حليب الأم، بده يصير في تناوب بين حليب الأم والوجبات الثانية. الوجبات الثانية شو ممكن يكون؟ شو ممكن تكون وقت بدنا نبلش نفوت الأكل؟ أول شيء نبلش نفوت الرز، الخضرة، الفواكه بحد معين مو مع بعض. كيف؟ ممكن نسلق شوية رز، شوية يعني معلقة رز، معلقتين رز، مو يعني شوي يعني كاسة رز. فمنسلق شوية رز بشوية مي، بحيث إنه الرزات يغبوا المي ونخلطهم بنفس ميتهم. نعملهم مثل الجربل عمليا، أو مثل شيء مسحوق، يعني مثل كأنك خالطيه بالخلاط. تمام هيك. فهي نقطة كتير مهمة للصبايا اللي بيعتمدوا على الجربل أو بيعتمدوا على الأكل الجاهز تبع الأطفال. بإمكانك تعملي الأكل تبع الطفل بالبيت وتاخذيه معك، إذا كان السبب إنك عم تاخذي الجربل لأنك عم تكوني برا البيت. أما أو الأكل الجاهز، ما بدي أسمي اسم معين، بس نحن يمكن السوريين بنقول عن كل الأنواع جربر. صح. فالأكل اللي بدي يتاخد معي أو بدي طعميه للطفل المفروض يكون أنا محضرته بالبيت. نحاول نبعد قد ما بنقدر عن الشيء المصنع لعدة أسباب. أول سبب إنه هن بضيفوا شوية حلاوة بمكانين، سواء بالفورمولا تبع الأولاد اللي هي الحليب الصناعي، أو بهدول المنتجات الحلاوة هي نحن ما بنلمسها. طفل بيفرق.
الطفل بفرقها، بيصير بيقدر يحس حليب الصناعي أطيب من حليب أمه، وكتير شفناها عند ستات فوتوا الحليب الصناعي والطفل رفض حليبهم بعدها. بتصير أحيانا إنه ما يرفض، بس طالما إنه هذا الشيء موجود بدنا ننتبه منه. بالنهاية الشركات فاتحة لتبيعنا، صح في عليهم ضوابط سواء كان هون ولا بسوريا ولا بأي مكان بالعالم، عليهم ضوابط شركات الحليب الصناعي اللي هي ممنوع يعملوا دعاية مكثفة بطريقة معينة، تسويق لازم يكون، بس بنفس الوقت هم فاتحين ليشتغلوا، فهن مضطرين انه يعملوا شيء معين لحتى يخلوا الطفل يستهلك اكثر من عندهم، وهي اشياء تركي بسيطة موجودة ما فينا ننكرها، فبدنا ننتبه عليها طب فإذا بس سواء هن كان بيقدمونا هذا القمح المجفف، الرز المجفف، هذا اللي أول ما الطفل الصراحة يبلش ياكل بتحسيه إنه كتير يعني قبلة وهيك، يعني هن كمان عندهم طريقة تصنيع تمام. مناسبة لأطفالنا، يعني غير أنت لا بالبيت ما يمكن عندهم ما ي... طريقة تصنيع مناسبة لأطفالنا لا لا أبدا، جماعة قصدي كسهولة بالبلع بالمضغ، قصدي يعني فهمت شو قصدي، يعني مثلا اعملي التفاحة بالبيت ما بتطلع مثل ما هن بيسووها، هذا هيك ما عرفتي هو شو قصدي؟ المشكلة إنه هنن عم يقدموها لشكل لطريقة نحن كأهالي نتقبل شكلها وليس الطفل. الطفل ما بيهمه، الطفل بهذا العمر ما بيميز كيف شكل الأكل اللي يقبله أو لا، كثير صح. طيب بيهمه يأكل. طيب قررت الأم تبلش تطعمي ابنها، تبلش بالفواكه أو بالخضار فواكه خضار، ومثل ما قلت لك الرز ممكن انه نسلق شويه رز، ما في بدون ملح؟ داعي للطفل ابدا، هي حقول نحط ملح او سكر ابدا ابدا ابدا، بالعكس نحن بنكون عم نضره لانه عم ننزع تطور خليات الدوقيه الطبيعي. فاول شغله بنبلش نضيف الرز، حتى لو بنسلقه رشمه بنخلطه مزبوط، ولا شيء ولا شيء ابدا، الرز بلين ما بده يكون مخطوط عليه ولا شيء غير المي، بنخلطه بشوكه باي شيء ومنبلش نطعميه للطفل. ما بنخلط معه شيء الا نكون اختبرناه. كيف فوت الرز هلا بوجبه ثانيه، بفوت كوسه، بسلق شويه كوسه بخلطهم بالمي تبعهم وبطعميه للطفل، بتاكد انه الطفل حبه. طبعا كثير ايام رح الطفل يرفض ياكل، ويرفض ياكل مو معناتها ما حبه، لازم تعملي 5 محاولات متفرقه للطفل لبعدين تقولي ما عم يرضى ياكلها. حلو. وفعلا الاطفال قد يرفضوا اشياء معينه قد، بس بصراحة الطفل بده وقت لحتى يقلف الطعمة أول مرة والثانية والثالثة، فغالبا نحن نقول للأم خامس سادس مرة ضل عم يرفض ويبدأ وما بده، خلص ما في مشكلة لا عاد تفوتي نفس هذا الصنف، تمام. بس غالبا الطفل بعد ثالث رابع مرة بيقلف الطعمة فبيبلش بياكل، ما في مشكلة إذا رفض بأول مرة، ما نقول ما حبه، أو أيام ممكن نتذمر. هي النقطة اللي كمان برجع بربط فيها مع المنتجات التجارية، المنتج التجاري الطفل ما بيرفضه بسهولة، فأكيد في مظبوط. سبب تمام. فهي النقطة كمان بدنا نخليها ببالنا، إنه أنا بدي أطور الطفل تبعي بطريقة صح، ما بدي أطوره بهنن كيف بدهم يعني يطوروا تمام. طيب ففوت الرز قديش فوت بختبر الحساسية أو هيك شيء؟ ما في تمام، قديش ما هو هي بقى وقت أنا عم بلش فوت الصنف مرة وتنتين وتلاتة ببين معي، كتير مهم نفوت صنف واحد بفترة معينة بيومين ثلاثة معينين، ما فوت مثلا كوسة مع دراعين بنفس اليوم، خليني افوت كوسه يوم اثنين وثلاثه، بعدين بلش افوت دراعين يوم اثنين وثلاثه، بعدين ما عندي مشكله تخلطي الكوسه مع الرز، وفيما لو اختبرتي بعد فتره كمان الجزر تخلطي كوسه وجزر ورز تساويهم مثل شكل الاكل المسحوق اللي هم بيعطوني اياه بمطربان جاهز انا بعمله بصير بالبيت. إيه، هو بس اهم شيء يكون انا اختبرت الصنف قبل ما افوته ممكن الواحد يروح على السكشن تبع الأطفال يستوحي منه، يعني صراحة هنا بيخلطوا شغلات تمام ما بتكون خاطرة على بالنا، فيعني تمام الواحد ممكن يستوحي. منبلش يعني بس نشوف أنه الطفل ما عم يتحسس، منبلش نخلط النوعين اللي ما تحسس فيهم مع بعض، ممكن يعني نوعين ثلاثة أربعة لقدام ما في مشكلة، بس أهم شغلة إنه نبلش نوع نوع، نوعين نوعين بعدين ما في مشكلة نزيد. فعمليا الرز، الخضرة، الفواكه هنا الأشياء اللي مسموحين خلال 6 7 8 شهور من عمر الطفل. متى ما بلش الطفل قطع 8 شهور بنبلش بقى بنقدر نفوت الدسم شوي واللحمة تقريبا بعد بشوي كمان على الشهر 10، بس طبعا بده يكون كله مفروم قادر الطفل يبلعه. بدنا ننتبه كتير من موضوع الشردقة بهذا العمر، لانه نحن بنفكر انه الطفل خلص صار قادر ياكل، لا ما له قادر ياكل، ما بيقدر يمضغ ويبلع مثلنا، فهي نقطة كمان كتير مهمة. علي ما عنده سنان. الجزر مثلا ممنوع ينعطى ني للطفل، مفروض حصرا يكون مسلوق ويكون مسلوق بقطع صغيرة ما تشرده. ففي اشياء بدنا ننتبه، البروكلي نفس الشيء، ننتبه كثير شو عم نعطي الطفل بيقدر يبلع او لا، ونراقب. ننتبه من موضوع الشردقه كمان بهذا العمر، موضوع الشردقه بنضل منتبهين منه لعمر 6 سنين على فكره.
فإذا ما بيقتنعوا كتير من النساء كتير 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 وممكن يتقاتلوا معك إذا نصحتيهم على شي بوست أنه طفلك يعني بعمرت من 7 شهور حرام حرام الطعميه من أكلك يلي فيه ملح بهار يلي وبتقلك حبوا أكلوا ما صار عليه شي، هن ما يعني هل هي هاي الشغلات إذا ما ظهرت على الطفل هو وصغير هذا العبء يلي عم نعطيه لمعدة الطفل، هل في ما بعد يعني في ناس ممكن لا سمح الله بعيد الشر هل إلى علاقة على المدى البعيد مثلا بسرطان المعدة تقرحات المعدة، هل إلها علاقة بالتغذية؟ لا مو بصراحة لنكون واضحين جدا، الشيء المؤذي 100% للطفل بقبل عمر السنة هو البيض، بياض البيض حتى صفار البيض على عمر 10 شهور عادي ما في مشكلة إذا نعطى، بس البياض ممنوع قبل السنة. وتعذرني أي أم فوتت البيض تبع البيض لابنها قبل عمر السنة وما أذى ما تعممي لأنه قد تكوني سبب بوفية الطفل، حتى يعني لو حتى لو معلقة واحدة بيض في ناس هيك بتعيرها معلقة ثاني يوم معلقتين، هي المعلقة أو أقل إذا الطفل بده يتحسس بده يتحسس، وفي حالات وفاة مسجلة من هذا الحكي ما له لعبة. أحيانا ممكن الطفل ما يؤدي فعلا ما حيكون كل الحالات تؤدي للوفاة، بس أحيانا بيصير عندي مشاكل معوية قد تروح مع الطفل كل عمره بس بسبب ان انا فوتت، وعندي يعني في حاله انا ما تكتها بس مجرد ان الام فوتت البيض على عمر 8 شهور طفل لليوم صار عمره 5 سنين ولليوم بيعاني من هي المشكله بسبب انه الامعاء عمليا بيصير فيها نوع من الهجوم، البروتين تبع البيض مؤذي جدا للطفل قبل كبير عمر السنه كبير عليك. متى ما قطع السنه الله معها تاكل اللي بدها اياه، بس حسيتك حتى بياض البيض ما بتحبي قبل السنه يعني البيض كله على بعضه بحسك ما يعني سبق هيك قريتك باحدى الكومنتات ولا انا غلطانه ما بعرف يعني ما كتير بتفضلي انه لا تقربوا على البيض قبل السنه بفضل ما نقرب على البيض لانه احيانا الام بيغمزها البياض انه تعي نجرب، فما حد فاز تسلق بيضه وطعمي ابن الصفار وتترك البياض، نحن عندنا هي طبعا يلا حرام خليه يدوقه، فهي الأشياء ما ننتبه كتير منها. أما الصفار ما في مشكلة أبدا يفوت على عمر 10 شهور، إنما البياض أبدا ممنوع يفوت قبل عمر السنة. على عمر السنة بيكون اكتمل نمو الطفل من ناحية الأمعاء، بتقدر أمعائه بقى ما تتأذى من هذا البروتين وبالتالي في يأكله. نفس الشيء المشكلة الثانية اللي هي العسل ممنوع قبل السنة، بقلب العسل في أبواغ البوتوليزم اللي هو أحد الميكروبس اللي هي السم تبعها قاتل للبالغ فما بالك للطفل. يا لطيف. نحن كبالغين إذا أكلنا العسل بنقدر نقاوم هاي البكتيريا ما عندنا مشكلة فيها، بينما الطفل جسمه ما بيقاوم ولا سمح الله قد فعلا تأذيه بشكل كتير كبير. التسمم بالبوتوليزم عند الكبار مدته 72 ساعة وبعدها الموت، فهي يعني هي أهم شغلة نحن نفهمها، يعني مو مسحة الموضوع نهائي، ما له مسحة ما له مسحة أبدا، يعني أحيانا في قد يفوت نسب كتير قليلة يقدروا من خلال المشفى يعالجوا، بس أحيانا التسمم الحقيقي الكبير بالميتابوليزم قد يكون قاتل، بالبوتوليزم قد يكون قاتل، فللطفل ما بيقدر جسمه يقاوم هي الأبواغ، قد تقدر إن هي تفوت على جسمه وفعلا تسبب تسمم عند الطفل. بأسوأ الأحوال قد تسبب تسمم إسهال حاد بأسوأ الأحوال. في ناس ممكن تلت اللهاية بالعسل مشان يتقبلها، البتلت هيك راسها بالعسل يعني. بعد السنة حطي له عسل قد ما بدك للطفل. قبل عمر السنة أكيد لا. فقبل عمر السنة لا البيض لا العسل، والشغلة الثالثة الحليب البقري. الحليب البقري في بقلبه كازئين، والكازئين كمان نفس مشكلة البياض طبع البيض ممنوع إنه الطفل ياخده قبل عمر السنة. الأمعاء كمان قد تتضرر، وأحيانا قد يصير في حالات إسهال حاد توصل على المستشفى الطفل يفوت بنقص سوائل نقص شوارد بس بسبب إنه أخذ حليب بقري، وقد فعلا تعمل أذية بالأمعاء. طب لو تغير شكل الحليب البقري للبنة لجبنة؟ اللبن ممكن، الجبنة ممكن قبل عمر السنة، إنما الحليب البقري ممنوع. لبنة لبني معلش لبني معلش قبل عمر السنة ما في مشكلة ما في مشكلة، يعني لأنه تغير شكله يعني صار تماما هو عمليا التشديد على الحليب، اللبنة واللبن قد نفوتهم بعمر 10 شهور، إنما الحليب أبدا لأن البروتين تبعه بيكون مثل ما هو صيغته الكاملة الطبيعية مع كل المكونات الثانية. طب هل حتى هدول مثلا جربر وقت تعمل اللبن يعني بحس بتعمل شيء مخصص للأطفال يعني خاصة هذا أبو النكهات، يعني أنا دكتور طفلي يعني اللي هم بأمريكا قالت لي إذا ناوي طعمي لبن بنكهات لا طعمي يلي موجود يلي أنت بتاكلي هذا اللبن اللي بيكون، قالت لي كلي اللبن يلي مصنوع من هاي الشركات، شو رأيك فيها؟ يعني برجع أنا بقول لك ضد أي منتج مصنع مهما كان مهما قالوا لي الكواليتي تبعه عالي، بالنهاية هاي الشركة فاتحة لتبيع مهما كان في سبب
انهم بدهم يربحوا، اوكي بدهم يربحوا يربحوا، بس مو مني. حتى هذا اللبن انا ما بدي اياهم يربحوا من طفلي، حتى اللبن المطعم يعني يفضل انه دائما نعتمد على الشيء الغير مصنع يفضل. طيب نرجع لموضوع الطبخ، يعني ما عادش طعمي ابنه طبخ قبل الثمان شهور، عفوا بعد الثمان، اكيد قبل لا عفوا قبل بعد الثمان شهور ممكن، بس يعني بدنا نضل منتبهين. برجع بقول لك مو غلط، هون بلشنا ما في مشكله. المشكله الوحيده اللي انت اصلا ذكرتيها لما هي البهار والملح يلي بكير تفوت للطفل، بس هل هذا الشيء فعلا بيضره مثل ما عم نحكي عن اشياء تانية خطره؟ لا مو لهالدرجه، فعادي ما في مشكله اذا بلش الواحد 8 9 10 شهور دواء الطفل شيء مو مشكله. بس كمان بدنا ننتبه من موضوع الشردقه، الطفل قد يتشردق برزه، كمان بدنا نكون واعيين لهي النقطه. تمام، يعني ممكن سوري انا دائما بجيب حط موبايلي جنبي وبيأذن الظهر واحنا عم نحكي. يعني اوكي تبلش بالاكل، يعني مو بس هيك يعني كوسه محشي واحدة كامله طعميه، ما بعرف ليش انا بحس انه البهار مو يعني ما بتخيل معده الطفل تقدر تحمل هي البهارات السبعه اللي نحن بنحطها. يعني برجع بقول لك الافضل بعد السنه فوتنا قبل ما في مشكله، بس يعني اذا بتساليني شو النصيحه، يفضل انه نفوت مثلا رز مع مرقه لحمه، رز مع مرقة دجاج، ما في داعي إنه نطعمي هذا الأكل اللي هيك دسم ومطبوخ وقطعيس ودهن وكذا، هي الأشياء ما في داعي إلها، طبعا هي ما في داعي إلها بكل الأحوال مو بس تحت عمر السنة حتى للكبار، بس نحاول نكون هيك نعطيه شيء خفيف مثلا رز ولبان، رز ومرقة، عاملين طبخة بسيطة ما في مشكلة، نحاول نضل حذرين ما نقول اشتهى الطفل ما بيشتهي. تمام، طب فإذا هلا انا انت بتعرفي انه انا كمان زوجي اخصائي تغذيه، فلما كان بسوريا بتتخيلي انه كان عنده يعني بعض الاطفال يوصف لهم حميات، يعني مو حميه بس يعني يطالب الام بشده انه ترى ابنك عمره سنه يعني بس سمين كتير، بلشي يعني مثل الدايت، يعني مو دايت يعني ما بدي اخبص بالحكي لاني ما بعرفه بالضبط شو كان يعمل لهم، بس هل فعلا انه الشخص اللي معجعج او الطفل اللي معجعج لازم الام تفرمل او تخفف له اكل حتى لو هو بيحب طبعاً الاكل؟ طبعا لازم تفرمل، حتى طبعا لازم تفرمل طبعا. في نقطه كتير مهمه انه اذا الطفل بيحب الاكل مو غلط، بس بدي علمه كيف ياكل صح، لانه اذا مو من هالعمر علمته رح تروح معه طول عمره، رح يكون من هدول اللي بنشوفهم من الشوارع برا بكره. النقطة الأساسية هون لما أنه الطفل عنده احتياج معين من الطاقة كل يوم، هذا الاحتياج من الطاقة إذا حققه ما عاد بحاجة أي شيء فوق، فنحن ممنوع منعاً باتاً، لا نحن ولا طبيب ولا أي حدا بيقدر يوصف لطفل دايت تحت عمره 18 سنة، ممنوع. لا أنا ما قصدي متجاوز، مش ما تفهمي إنه هو كتب لهم دايت، يعني أنا قصدي إنه ما أشرح لك شو كان يعمل لهم زوجك، يعني هو هذا الشيء بنعمله احيانا نتجاوز ونعطي حميات بسن البلوغ للصبايا بعمر 15 وهيك، بس بنحاول انه ما تكون كتير ستريكتد. السبب انه الام بحاله الطفل هو عم يسمن بتكون عم تعطيه زياده، فوقت بفز اختصاصي التغذيه او الطبيب او اي حدا بيعطيها نصيحه او دايت معين، طبعا دايت المفروض يكون اختصاصي التغذيه حصرا، بيكون عم يعطيه احتياجه وليس بيكون عم يعمل له ريجيم. فما في طفل يعني يمكن وقت كان يكتب لهم كان يكتب له مثلا الطفل بحاجه 1200 يكتب له دايت ب 1200، بليز ما تطلعي عنه لانه هذا احتياجه. اي تمام، فهي عمليه ما عم يعمل له ريجيم بيكون، بس بجوز عم يحاول يكون مقيد باحتياجه، لانه عارفان انه الام ما رح تتقيد الا بهي الطريقه. في بعض الحالات مضطر نعمل هيك، في امهات بيعذبونا للاسف. هي جمله ما بتاكل الا الصحه يعني كتير غلط، يعني الطفل اللي بيكتب لهم بس دائما انتبه انه مو ريجيم، الطفل ما بينعمل له ريجيم، ممنوع، بينعطى احتياجه، هي اهم نقطه نركز عليها دائما. يعني الامهات لما بيشوفوا اولادهم سمنانين خاصه لما الولد بلش يكبر ويوعى، ما تقليله سمين وقيم من ايدك وتصفيه، هدول الاشياء ان شاء الله حنحكي عنهم بحلقات جايه، لما هدول اللي بيساعدوا على تطور السمنه وليس تراجع عمليا. تمام، فإذا يمكن قطعنا لك نفسك حكينا كتير، تاخدي بريك وحنروح فورا لأسئلة المستمعين، ما حنكنسل اليوم فقرة صح أو غلط لأنه الوقت صار ضيق كتير عنا. بريك صغير، شربي فيه مي وارتاحي ونرجع، خليكن على السماع مع فائزة قلم. شخبيت لخبط لخبيت مسك الألوان ورسم على الحيط، شخبط شخبيت لخبط لخبيت مسك الألوان ورسم على الحيط، أعمل إيه وياك يا حنان اللي عملت ده أسوأ عاد، أعمل
ما تشخبط عالحين شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على منظمة الصحة كلياتهم رسوع لأنه من 6 شهور فيك تبلشي طعمي ابنك. حاولي قدر الإمكان قدر الإمكان قدر الإمكان قبل 6 شهور ما طعمي، حتى لو ستك قالت لك طعمي يا تيتي وما بيصير له شيء وحرام ولكي وشه كيف مسنكح ومدري شو، لا تسمعي كلامها. إذا طعمتي على 6 شهور بتبلشي حبة حبة للي تحبها، مثل ما بيقولوا شوية خضرة نوع واحد خضرة بعدين بتختبري إذا تحسس منه إذا تقبله أو لا، بعدين ممكن دخلي نوع آخر. وكمان كتير مفيد ومنيح الرز المسلوق بهذا العمر. عايزين ناخد جنب صورة بعد بإمكانك خلط الأنواع يلي ما تحسس منها مع بعض، حتى لو كان نوعين أو 3 أو 4 ما في أي مشكلة. فيما بعد على 8 شهور ممكن دخليله شوية لحمة شوية دجاج، انتبهي كتير من موضوع الشردقة لهيك بيمدحوا بالخلاط. سيكشن الفود تبع الأطفال يلي موجود بالسوبر ماركت ممكن يوحي لك بكتير أكلات تعمليها، قلديهن بس حاولي قدر الإمكان ما تشتري منهن. بياض البيض، العسل، كل هالشغلات والحليب البقري، لا ثم لا ثم لا ثم لا قبل السنة. أحلم المستقبل واللي بيحلم بكرة ينوم، كل اللي جاي في عمرك أجمل، كل هواية وليها أصول. شوية لبنة شوية جبنة ما بيضر الطفل يلي فوق 8 أشهر، ممكن تبلشي الطعمية من هالقصص. إنما الحليب البقري بشكله هذا البحث هيك إنه كاسة حليب بقري وعاء جربي تشربي ولو نتوفة صغيرة. ترسم لي باللون عالحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم عالحيط شخبط شخبط لخبط. لا تحملي طفلك فوق طاقته ولا تصدقي أنه إذا كان معجعج معناته صحته أحسن. ابتعدي قدر الإمكان عن رشة السكر على الأكل، هي كنسلية نهائي هو مانو بحاجته. كمان قللي قدر الإمكان من الملح والبهارات إذا كانت الطبخة حيشاركك فيها طفلك. فإذا أول سؤال بيقلك أنه كتير الأولاد الصغار بيحبوا الشاي مع البسكوت، فأنه هاي تعريج على حديثنا عن الشاي سابقا للطفل اللي قبل 6 شهور ممكن هي بسموها ما بعرف فتة او ما بعرف شو شاي. ايوه فتة شاي، يفضل نبعد عنها. لما يفضل نبعد عنها بأسوأ الاحوال نعمل له فتة بردان، تمام. أسوأ الاحوال طبعا، مو القصد انه يعملوا طبعا ما له صحيح، بس انه اذا كتير حابه انه تبلي له البسكوت بشي بلي بشي جيد احسن ما نبله بشاي قد يضره. يعني هي. طبعا العصير مو يعني شيء جيد بس بضل احسن من الحليب. انت قصدك بعد ما يبلش ياكل طبعا مشان ما حدا يفهمنا غلط. طبعا طبعا ويفضل انه يعني بصراحه اذا تساليني يفضل بلاها هي كلياتها. تمام. في صبية عم تسال بسمع كتير انه البردقان ما بيسوى للطفل قبل السنه، مزبوط هالحكي ولا لا؟ لا مو مزبوط، الفواكه والخضار مسموحه كلها قبل السنه، ما في مشكله، ما بيعمل اي اسهال ما عدا الافوكادو مو مسموح قبل عمر 8 شهور، وغير ذلك ما في مشكله ابدا. بس اهم شيء ننتبه من التحسس، يعني بعض الاطفال قد يتحسسوا من الفريز من غيره. طبعا البحريات ممنوعه قبل 10 شهور، وانا بصراحه بفضل قبل السنه. السمك الشرمب هي الأشياء كمان كتير ننتبه منها، ممتاز. هي مالها ممنوعة بشكل قطعي بس كمان ننتبه منها لأنه قد تعمل تحسسات، في يوم بدنا ندخلها بدنا نكون عم نراقب تجاوب الطفل معها دائما، ما يكون في ردة فعل مناعية أبدا. في صبية عم تقول فإذا أنه كمان بلاها القهوة يلي بيشربوه ياها بالصحن، عرفتي بس يزيد هيك بالفنجان شوي ممكن تخفف أكيد. دم الأم وتشرب ابنها شوية قهوة أكيد. فإذا في شاب الصراحة يمكن كان اسمه إياد عم يسأل عن ماء غريب يلي بينعطى للمغص للأطفال، عم يسأل هل هو في أي مواد كيماوية لأنه بينعطى غالبا للأطفال تحت 6 أشهر، ولا عرفتي ماء غريب؟ ما بعرف إذا هذا الشيء ضمن اختصاصك السؤال. يسأل الطبيب، يعني يسأل الطبيب لأنه إذا بيكون هذا ماء ينعطى لسبب طبي فالمفروض الطبيب ليجاوب.
تمام. فإذا عم يقولوا أنه إذا زرت الطبيب لمدة مرتين بعد ما صار عمر طفلي 7 شهور وبكل مرة عم يكون وزنه هو نفسه، هل هذا بيعني أني لازم زود له الأكل؟ حسب الطبيب شو عم يقول، لأنه الطبيب اللي عنده المخطط تبع النمو تبع الطفل، قد يكون الطفل بالزيارة السابقة شاطح شوي والزيارة اللي بعدها لا، شاطح يعني أكثر من الطبيعي والزيارة اللي بعدها لا، فالمفروض لما شاف المخطط أو شاف الأب الطفل بنفس الوزن يسأل الطبيب إنه هل هذا شيء طبيعي أو لا، لأنه قد يكون في فرق بسيط بيناتهم، قد يكون الطفل قبل عنده وزن زايد وبعدين لا، بس عمليا يعني الطفل الطبيعي المفروض يضل بزيادة دائمة إلا إذا كان مثل ما قلنا في فترة معينة زاد زيادة ورجع بعدين عدل. طيب كمان سؤال، فإذا البوظة قبل عمر السنة؟ البوظة قبل عمر السنة حسب نوع البوظة، معظم البوظة إذا عم نذكر اللي فيها الحليب، عفوا اللي فيها الحليب فهي ممنوعة مثل الحليب، لأنه بالنهاية الحليب جزء منها، بينما البوظة الثانية اللي تتكون من فواكه وغيره وغيراته ما لها ممنوعة قبل السنة، بس تفضل ما نعود الطفل انه ياخذ هذا التركيز العالي من السكر بهذا العمر من شان ما يصير يطلبه اكثر لقدام. الحليب الحليب للمرضعة او للحامل لازم يكون كامل الدسم او خالي الدسم ولا قليل الدسم؟ يفضل اذا عنده وزن زايد او ما بده يزيد وزنه او عم تضبط موضوع الوزن تاخذ 1-2% اللي هو قليل الدسم، ما تاخذ الحليب خالي الدسم ولا كامل الدسم. تمام. في حال كانت نحيفة جدا ما في مشكلة تأخذ الحليب كامل الدسم، بس أغلب الستات نقول لهم 1-2%. تمام. راني عم تسأل، فائزة عم تقول تعرفي ما شاء الله عم يجوا ورا بعض الأسئلة، فكل سؤال عم يروح هي اللي قبله. شو سألت رانيا؟ استني خليني اتذكر. كيفك فائزة انت، شو اخبارك، كيف صحتك، شو عندك اليوم؟ صراحة رانيا روحت السؤالك، انا بعتذر كتير. كمان السؤال يلي طيب عم تسمعنا ترجع تبعته. اي تمام. اي اذا بتريدي رانيا اذا عم تسمعينا رجعي بعتي. ايوه هلا تذكرت عم تقول رانيا انه وقت كانت والدتي عندي وقت ولدت تخليني اكل كتير حلاوة طحينية وشغلات دسمة مثل شو بسموها هاي ايوه البينا باتر، ايوه، فبيقولوا هالشغلات الدسمه بتساعد انه حليبي يكون ادسم. بتقول زاد وزني عليا، بس فعلا بحس الحليب عم يفرق. الشيء هلا نحن هذا الحليب عم يفرق، مثل ما قلت لك الحليب مثل ما اكلت تغذيه متوازنه عم يتركب صح، هي اهم نقطه، يعني كتير مهم ان نحن نضل مركزين على هي النقطه. الشيء اللي كانت عم تاكله قد يساعد انه يكون مصدر للكالسيوم، بس ما فينا نعتمد على الحلاوه كمصدر للكالسيوم، لأنه كاسة سمسم فيها كالسيوم أكثر من كاسة الحليب، بس هل ممكن أني استهلك كاسة سمسم؟ هذا السؤال دائما. وكاسة السمسم هي عبارة عن فات أكثر ما أنها تكون مثل الحليب، الحليب أغلبه مي، فكتير بدنا نكون متوازنين بالحكم على الأشياء. الحلاوة قد تساعد قد شوي صغيرة، بشكل ما فينا نقول إنه هي recommended عمليا، ما فينا نوصي بأكل الحلاوة لندر الحليب أو نقول هي حتعمل أو الأكل الدسم، أبدا أبدا. التوصية الأساسية هو غذاء متوازن، يعني باكل خضرة كافية، فواكه كافية، حليب، لبن، نشويات صح، ولحمة ومشتقاتها، وهذا الشيء بكفي. فإذا في صبية اسمها سماح عم تقول أنا ما بدي أسأل ولا سؤال، بس دي أقول لفائزة أني أنا بحبها كتير بدون ما أعرفها. حبك العافية يا سماح. طيب كمان في سؤال من صبية عم تقول ابني عمره 3.5 أشهر ما إله وقت محدد للرضاعة الطبيعية، بيرضع كتير، معليش ولا لازم حدد له وقت وكمية؟ 3.5 أشهر. أيوة. عمليا الطفل بهذا العمر ممكن يرضع كل 3 ساعات، فيفضل يتنظم أريح لقدام للأم، لأنه بجوز هالفترة قادرة إنها تقدر تعطيه كل شوي رضعة، بس لقدام ببلش بيصير شوي صعب عليها. طب هل معناته هذا أنه حليبه مو مكفي؟ لا. ليش حليبه ما يكفي؟ ما فهمت. أنه عم يجوع كتير، فمعناته أنه حليبه ما عم يشبعه. ما هي برجع على نفس الأفكار اللي بلشت فيها، أنه هل يا ترى فعلا هو عم يجوع كتير؟ لا. هي النقطة دي كتير، لازم نعرف إذا هو عم يجوع. يا بدك تتأكد أنه هو عم يجوع أو لا.
تمام. فإذا معش تنزلي الحلقة، أكيد حنزلكم الحلقة مستمعينا أكيد مليون بالمية إن شاء الله، بتلاقوها على اليوتيوب وكمان على بيج لما اف ام. فإذا حلقتنا وصلت للختام يعني شفيناها على الدقيقة، موضوع كتير مهم إن شاء الله فيما بعد حنروح حنسميهم الشباب وصبايا اللي صاروا فوق السنة، ونحكي ونريح الأمهات إن شاء الله، يكون هاي الحلقة بمثابة دليل لتغذية الرضع يلي تحت السنة. شكرا فائزة من صمصومة هالقلب باسمي وباسم كل المستمعين، شكرا لإلك، بشوفك السبت الجاي إن شاء الله. إن شاء الله ضلي بخير. حلقتنا صحتك مع فائزة وصلت للختام. بهالحلقة يمكن كتير كنسلنا لكم مفاهيم، ويمكن عطيناكم أخبار ما تكون هيك على هواكم، بس هي أكيد لصحة طفلك ولا تغذيته، وأكيد هذا الشيء لمصلحته. البقدونس بيروح الحليب ما بيزيده، وكمان البيض قبل السنة، تحديدا بياض البيض شيء بيضر الطفل. كتير من المعلومات وغيرها بتلاقوها على أكيد بيج لما اف ام، وعلى الحلقة على اليوتيوب بعد ما ترفع خلال ساعتين بالكتير. تضلوا بألف خير، شكرا لمشاركاتكم وشكرا لمحبتكم، وأكيد مع لما اف ام خليكم دائما على السماء. ماما يا عيون ماما، ماما يا عيون ماما. مش معقولة تكون دي دماغ طفل في سنة أولى، أبدا يا أخواتي مش معقولة.